الآونة الأخيرة ظهرت طائفة من الشباب ممن يزاهد في العلم والعلماء وينتقصهم، منهم الشيخ الألباني. فمن هو الشيخ الألباني وبماذا ينتقصون منه؟ يقول ذاك باحث لا محدث ولا بعالم ولا بفقيه. سكرت أمه وعذبت وعشيرته. من هو الذي قال أن الإمام الألباني أمير المؤمنين في السنة النبوية ليس بمحدث ولا هو عالم؟ هذا الرجل لا ندري ما نسميه، هل مغفل أو متعصب؟ الألباني أمير المؤمنين في الحديث في هذا العصر الحديث. بارك الله فيكم. قال متى يصبح